السلام عليكم اخواني اخواتي في هذا البلد. اولا يعني بما يتعلق بارجاع الطلاب للمدارس، لقد مررنا عده خطوات. اول خطوه كان قرار للجنه القطريه لرؤساء السلطات المحليه. اللجنه القطريه اتخذت قرارها بعد استعانه في لجنه الصحه ولجنه التربيه لمختصين من مجتمعنا العربي. بعدها في بلدية أم الفحم بعد ما أخذنا هذه التوصية طبعا، وكان هناك برضو لجنة أولياء الأمور القطرية. بعدها إحنا جلسنا من خلال الدكتور محمود زودي مدير جناح المعارف مع لجنة الآباء المحلية، واتخذ قرار بالتنسيق أنه البلدية تقوم بمهامها وأنه الطلاب يرجعوا للمدارس. طبعا الجلسة كانت يوم الخميس. إضافة لذلك إحنا قمنا بالتجهيزات تامة، كل ما يتعلق بعملية التعقيم، عملية تنظيف المدارس، عملية تجهيز المدارس، كل الأمور اللوجستية المتعلقة بالبلدية إحنا قمنا بها على أكمل وجه. إضافة لذلك كان عندنا كثير من التوجهات للمدارس إنه انطونا شو النواقص اللي موجودة، إحنا مستعدين، وحتى للجان الآباء. أنا بقدر أقول إنه كانت جلسة إضافية يوم السبت، وكان هناك برضو اتفاق مع لجنة الآباء المحلية لإرجاع طلابنا للمدارس. قسم للأسف الشديد أنا بقولها كثير أسف، قسم من لجان أولياء الأمور يعني خرجوا عن إطار لجنة الآباء المحلية واتخذوا قرارات، قسم منهم أنا متفهمهم، للأسف الشديد القسم الآخر أنا مش متفهمهم. أنا بقدر أقول المدارس بجاهزية تامة بكل ما يتعلق بالأمور اللي عملته البلدية. أنا بطلب من إخواني وأخواتي من الآباء والأمهات إنه يبعثوا أولادهم للمدارس. يعني اليوم أنا كنت بجولة ميدانية أنا والدكتور محمود زود، أنا بقدر أشيد بالحضور بالثانويات. يعني إحنا كنا بقسم من الثانويات، قلت في مدرسة إسكندر، في مدرسة دار الحكمة، في المدرسة الشنوية ومدرسة خديجة. أنا بقدر أشيد بالحضور، يعني مجمل الحضور، معدل الحضور طبعا بالثانوية الشاملة كان 97%، أقل مدرسة كان 57%. المعدل لحضور الطلاب بالثانويات كان ما يقارب 70-75%. يعني أنا بدي أشيد طبعا، وكانت معنا مفتشة المعارف الأخت سماهر زينة، مشكورة كانت معنا بهاي الجولة. إضافة لذلك كنا بجولة في مدارس التربية الخاصة ومدارس الابتدائيات، للأسف الشديد الحضور هناك قليل جدا مع تفهمي للأهل، ولكن أنا بطلب وبناشدهم يبعثوا أولادهم للمدارس. رغم يعني أنا تفهمي للكورونا لرمضان، ولكن رمضان هو شهر البركة، شهر الإحسان. بتأمل وبتمنى من إخواني وأخواتي يبعثوا أولادهم للمدارس مشان فعلا نلتقي وناخذ نلتقي هناك بأحسن صورة، وناخذ العلم اللي مفروض ناخذه كلياتنا. بالنجاح إن شاء الله رب العالمين، وإلى الأمام.